السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة وغنية ومنوعة من برنامجكم اليومي المتجدد. ترحيب كما نرحب أيضا بالمستمعين الكرام عبر تردد 97 FM. حياك الله يا فهد. الله يحييك أخوي خالد، وكذلك حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة. نتابع مع بعض سلسلة من الفقرات الغنية والتقارير المتنوعة، ومن أبرز المواضيع التي تتضمنها حلقة الليلة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يفتتح دور الانعقاد العادي 49 لمجلس الشورى. وفي فقرة مبتكرون اختراع جهاز بصمة عن وضعية الجلوس الصحيح. نعم أخوي خالد، هذه عناوين حلقة الليلة. نعم مشاهدي الكرام، هذه عناوين لحلقة الليلة، والبداية فقد تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي 49 لمجلس الشورى بمقر المجلس. حضر الافتتاح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأصحاب السعادة الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، يسعدني أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلسكم الموقر، متمني لكم التوفيق والسداد. أود بهذه المناسبة أن أشيد بالجهود التي بذلتموها في دورتكم السابقة ومهامكم البرلمانية خلالها على المستويين المحلي والدولي، ومن أهمها تنظيم المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد الذي عقد بالدوحة. ويسرني أن أهنئ مجلسكم الموقر بانتخاب سعادة الأخ أحمد بن عبد الله المحمود رئيسا للمنظمة المذكورة بالإجماع للدورة المقبلة، ونعرب عن خالص تقديرنا لجهودكم المثمرة في التوصل إلى الاتفاقيات التي عقدت مع الأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب الأمم المتحدة للبرلمانيين لمكافحة الإرهاب واختيار الدوحة مقرا له. حضرات الأخوة والأخوات، يأتي اجتماعنا اليوم ونحن ما زلنا نواجه مع البشرية جمعاء جائحة كوفيد-19 الخطيرة التي وضعت الجميع أمام اختبارات وخيارات صعبة. وقد تبين أن الإغلاق الشامل يؤجل انتشار الوباء فحسب ويضر بالاقتصاد في الوقت ذاته، أما تجاهل الوباء واتباع نموذج ما يسمى خطأ مناعة القطيع ففيما عدا المجازفة الخطيرة بحياة الناس وهم ليسوا قطيعا، تبين أن المناعة بعد الإصابة بالمرض ليست مضمونة. وقد اختارت قطر الإغلاقات الجزئية المرحلية المدروسة بعناية والتشديد على الوسائل الاحترازية والجاهزية القصوى لعزل المصابين وعلاجهم بعد التمييز بين الحالات، وتدخل الدولة في دعم المرافق الاقتصادية المتضررة من الجائحة. وقد اتضحت صحة خيارنا المرن الذي لا يضحي بصحة الناس ولا بالاقتصاد. ولقد أثبت نظامنا الصحي جدارته في التعامل مع الجائحة، فظلت بلادنا بحمد الله من أقل دول العالم تأثرا بها، وظهرت نتائج سياساتنا الصحية واستثمارنا المثابر في تطوير الجهاز الصحي والكوادر الطبية من الوقاية ومراكز الرعاية اليومية وحتى المستشفيات. ولا بد من التأكيد على أن الجائحة ما زالت في أوجهها في مناطق مختلفة في العالم، وما زلنا نواجهها في قطر، ومن الضروري عدم التهاون لتجنب موجة ثانية من الوباء والالتزام بالتعليمات، ولا سيما التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والالتزام بالحجر المنزلي حين يلزم. وسبق أن قلت أننا لن نتردد في اتخاذ تدابير وقائية حازمة في حال تفشي الوباء من جديد. وإدراكا منا لأهمية التعاون الدولي في التصدي للوباء، فقد دعمنا جهود المجتمع الدولي وقمنا بتقديم المساعدات اللازمة لأكثر من 70 دولة ومنظمة دولية، وسنواصل دعم الجهود للإسراع في تصنيع اللقاح الضروري وتوفيره بشكل عادل للدول الأكثر احتياجاً.
وثمة دروسا مستفادة من الوباء فيما يتعلق بأهمية قطاع الصحة العامة وأهمية التعامل بين دور الدولة والمجتمع والفرد في الوقاية وكيفية استمرار الاقتصاد والعملية التعليمية رغم كل شيء وأهمية التضامن الاجتماعي وتقدير دور العاملين في المجالات الحيوية الذين يقدمون الخدمات للمحجورين في بيوتهم مثل توفير الغذاء والخدمات الصحية والأمن والشرطة والمواصلات وغيرها. الأخوة والأخوات، على المستوى العالمي ألحقت الجائحة ضررا فادحا بمعظم الفعاليات الاقتصادية وحركة الأموال والأشخاص، ولذا تشير التوقعات بشأن النمو على المستوى العالمي هذا العام إلى انكماش اقتصادي قد يصل إلى 5%. ومن الطبيعي أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تراجع أسعار الطاقة، وبذلك تعرضت الدول المصدرة للنفط والغاز إلى أزمة مزدوجة بسبب انخفاض أسعارهما من ناحية، والأثار التي حقتها الجائحة بالنشاط الاقتصادي المحلي من ناحية أخرى. وقد اتخذت الدولة إجراءات سريعة على محورين: الأول دعم القطاع الخاص والمحافظة على سلامة الأسواق المالية والمصرفية والريال القطري، والثاني المحافظة على سلامة الموازنة العامة للدولة. وفي هذا الصدد فقد وجهنا بتقديم دعم للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي الوباء بمبلغ 75 مليار ريال قطري، وكذلك بإزالة جميع المعوقات أمام هذا القطاع من أجل استمرارية الأعمال وتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة هذه التداعيات. كما أقرت مجموعة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم الجمركية على السلع الغذائية والدوائية ومن رسوم الكهرباء وغيرها من الخدمات. ونتيجة لهذه الإجراءات تمكنا من المحافظة على سلامة الوضع النقدي والمصرفي والمالي، فواصلت الاحتياطات الرسمية نموها في العام الجاري، واتسع نطاق وتنوع مصادر وودائع القطاع المالي، كما أثبت الريال القطري متانته وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية، حيث حافظ خلالها على قيمته وحرية صرفه. كما اتخذت الدولة إجراءات سريعة وضرورية للتخفيف من الأثار السلبية لانخفاض أسعار النفط والغاز على الموازنة العامة، وأظهرت النتائج الأولية أن العجز في الموازنة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ نحو 1.5 مليار ريال، على الرغم من أن التوقعات لهذا العجز كانت أعلى من ذلك بكثير، وتحقق ذلك بسبب ترشيد الإنفاق الحكومي المترافق مع رفع كفاءة القطاع العام. وعلى الرغم من التغليصات تواصل الموازنة تركيز الإنفاق على الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية الكبرى، وحرصا منا على تلافي الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن التقلبات السوقية في أسعار النفط، فقد وجهنا بأن تبنى الموازنة العامة للدولة على أساس تسعير برميل 40 دولار، وهو أقل من السعر المتوقع. واستطاع قطاع الطاقة في الدولة تخطي تداعيات هذه الجائحة بأقل الأضرار، فلم تتأثر عمليات الإنتاج والتصدير، واستمرت قطر للبترول في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع الأطراف التعاقدية، كما أن سير العمل يمضي دون توقف في مشاريع الطاقة الرئيسية والمتمثلة بمشروع توسيعة إنتاج الغاز المسال، إضافة إلى المشاريع في الخارج. الأخوة والأخوات، تمضي جهودنا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية، وعلى الأخص فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار بإصدار سلسلة من التشريعات المحفزة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وخصوصا قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقد بدأت هذه القوانين والإجراءات تؤتي ثمارها، فمنذ بداية هذا العام ازداد عدد المصانع المؤسسة وحجم الاستثمارات وحجم العاملين فيها بنسبة عالية، كما حدثت زيادة ملحوظة في تأسيس الشراكة الأجنبية وحجم الاستثمار الأجنبي. وفي مجال حماية البيئة بدأنا بتطوير شبكة وطنية لرصد الهواء في مناطق مختلفة من الدولة، وصياغة برنامج لرصد البيئة البحرية،
ووضع برامج لتصدي الطوارئ الناجمة عن التلوث الزيتي والمواد الخطرة والإشعاعية. وبفضل من الله تعالى وفي ضوء رؤيتنا بعيدة المدى لما نريده لمستقبل بلادنا والتخطيط له، تمكنا من تجاوز المعوقات والتحديات التنموية التي مررنا بها في السنوات القليلة الماضية. ونتيجة لذلك حافظت قطر على تصنيفها الائتماني في الدراسة التي أجرتها مؤسسات التصنيف العالمية لعام 2020، فقد أجمعت هذه المؤسسات على تثبيت تصنيف ائتماني مرتفع لدولة قطر مع تثبيت النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها. ويشير ذلك إلى ثقة بمتانة الاقتصاد القطري وقدرته على استيعاب الأزمات الاقتصادية الكبيرة بما في ذلك أزمة الجائحة الحالية، وصموده وحتى تطوره رغم الحصار. لكن هذا لا يجب أن يدعونا إلى التهاون والتراخي، فما زالت أمامنا تحديات كبيرة لتحقيق أهداف رؤيتنا بعيدة المدى. ولتحقيق ذلك لا بد من الإسراع في تقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز المتقلبة بسبب تقلبات أسعارهما وانخفاض سقوفها مع مرور الزمن، كما بينت ذلك الأزمة الأخيرة. وهذا لا يأتي إلا بتعزيز التنوع الاقتصادي والاتجاه نحو زيادة إنتاجية العمل ونجاعته في القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار. وعلى الدولة أن تبذل أقصى جهدها لتنويع مصادر دخلها عبر الاستثمار في الصندوق السيادي للأجيال القادمة وغيره. ولكن تنويع مصادر الدخل يعتمد أيضا على المجتمع والقطاعات الاقتصادية والخدمية التي يعمل فيها أفراده بالادخار والمبادرات الخاصة والاستثمار والانتقال من عقلية الاستهلاك إلى عقلية المجتمع المنتج، ويجب أن يفسح المجال لذلك. وبالنسبة للقطاع الحكومي، من الضروري التأكيد على أن البرامج والمشاريع التنموية يجب أن تطبق بكل دقة وكفاءة. وأؤكد مرة أخرى أن الوظيفة في قطاعات الدولة المختلفة ليست مجرد استحقاق، بل هي واجب ومسؤولية. ولهذا لا بد من ربط الأجر والترقية بالجدارة والإنتاجية وتطبيق ذلك على جميع العاملين في الدولة بدون استثناء. ومثلما لا يحتمل أي مستثمر في القطاع الخاص أن يتلقى أفراد أجر دون عمل ومردود حقيقي، لا يجوز أن نتوقع غير ذلك من الدولة. الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، فقدت أمتنا العربية هذا العام رجلين من أعظم رجال الخليج، هما جلالة السلطان قابوس باني عمان الحديثة الذي ربطته بقطر علاقات من الأخوة والود المتبادلين، وصاحب السمو الشيخ صباح الذي عمل بكل ما أوتي من قوة للتوفيق بين الدول العربية وإصلاح ذات البين في الخليج، والذي لن ننسى مواقفه معنا. ونأمل أن تستلهم دول مجلس التعاون من اعتدال فقيدينا وحكمتهم المواعظ والعبر الصحيحة لمستقبل العلاقات فيما بينها. وبالنسبة لسياساتنا الخارجية، وعلى الرغم من استمرار الحصار الجائر منذ أكثر من 3 سنوات، فإن مكانة قطر الدولية تتعزز بسبب تكثيف نشاطنا في القضايا التي تهم المجتمع الدولي مثل التغير المناخي ومكافحة الفقر ومحاربة الإرهاب وغيرها، وبسبب اتباع سياسات حكيمة ومسؤولة ومبدئية والإسهام في حل العديد من النزاعات بالطرق السلمية عبر الحوار. وفيما يتعلق بمنطقتنا، فإننا نؤكد على موقفنا الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لشقائنا الفلسطينيين بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والحل العادل لقضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية. الأخوة والأخوات، كادت الاستعدادات والانتخابات مجلس الشورى تصل إلى ختامها، وسوف تجرى الانتخابات في شهر أكتوبر من هذا العام القادم. سوف تجري هذه الانتخابات بإذن الله بموجب الدستور الذي استفتي عليه في العام 2003 وصدر عام 2004. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين.
لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها، وهو ليس تعددية حزبية، بل هو نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة والتواصل المباشر بينه وبين المجتمع. ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية، فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه وقيمه الأخلاقية السمحة وحبه لوطنه كما ظهرت في تحدي الحصار. وفي الختام، أتمنى لكم دورا تشريعيا مثمرا كما عودتمونا دائما. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا معكم مشاهدينا خطاب سيدي سمو الأمير. للمزيد عن خطاب حضرة صاحب سمو أمير البلاد المفدى، يسعدنا أن نستضيف كل من سعادة خالد بن عبد الله البعنين، عضو مجلس الشورى والكاتب والإعلامي جابر الحرمي. يا مرحبا ومسهلا بكم. يا مرحبا. طبعا تابعنا معكم خطاب سيدي سمو الأمير، راح نتكلم عن هذا الخطاب بإيجاز إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مشاهدينا راح نطلع فاصل قصير، أبقوا معنا. مرحبا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ونرجع للحوار مع ضيوفنا سعاده خالد بن عبد الله البعنين، عضو مجلس الشورى والكاتب والاعلامي الاستاذ جابر الحرمي. مرحبا وسهلا بكم مره ثانيه، مشرفينا ومنورينا. نبتدي معاك سعاده خالد بن عبد الله. في البدايه، كيف تابعت كلمه حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى امام مجلس الشورى؟ اولا نشكركم على الاستضافه الطيبه، وان شاء الله احنا نوضح لكم الامور في مجلس الشورى. اليوم مجلس الشورى اليوم يعتبر يوم حافل ويوم تاريخي في المجلس. كل سنه فيها مثل هذا التاريخ وفي مثل انعقاد لهذه الدوره، يتفضل حضره صاحب السمو الله يحفظه بالغاء الخطاب الشامل العام اللي تداول كل النواحي اللي تخص المواطن والوطن. اسهب سمو حضره صاحب السمو حفظه الله بالحدث الحالي اللي نعيشه، وهي جائحة كورونا. نعم. وابتدى فيه خطابة سموها الله يحفظه. نعم. ووضح الإجراءات اللي تمت، ووضح الإجراءات المستقبلية في حالة لا قدر الله إذا صار شيء في ارتفعت الأعداد أو خلافه. فكل هذه الأمور تنم على أن سمو الأمير يخص مجلس الشورى لتوضيح التوجهات الدولة وتوجهات السياسة الخارجية والداخلية في خطابه في مجلس الشورى. ارتئينا واستشفينا من خطاب سموه أنه هو من ناحية الداخلية تناول كل الأمور، من ناحية الاستثمار، من ناحية الميزانية، من نواحي عديدة الاستثمار وطريقته. الآن احنا في مجلس الشورى ناخذ هذا الخطاب ونوضعه في نقاط معينة، ونتبع على ضوءها أن نحقق بعض الأهداف اللي قالها سموه حفظه الله، من خلال سن التشريعات، سن القوانين اللي تساعد الحكومة في هذا في تطور هذه النقاط وخلافه. الآن خطاب سموه من الناحية المحلية كفى ووفى حفظه الله، أسهب في 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 النواحي اللي تخص المواطن. ومن الناحية الخارجية شدد سموه حفظه الله على القضية الفلسطينية. نعم. اللي هي الآن يعني نوعا ما محور الحدث الحاصل في العالم العربي في الفترة الحالية. أيضا طمأن المستثمر الأجنبي بخصوص لما يجي يستثمر في دولة قطر. صحيح. من ناحية سن التشريعات والقوانين بتكون سهلة، وبتكون تحت يعني منظور العالم ان احنا عندنا تشريعات تسهل على المستثمر الاجنبي في الدخول البلد. ايضا شيء ثالث ومهم، حفظه الله في خطابه يعني اشار بفقدان الوطن العربي ودول الخليج بالاخص لقامتين
كبيرتين في الوطن العربي صحيح. وفي الخليج بالأخص اللي هو جلال السلطان قابوس رحمه الله الله يرحمه والشيخ صباح الله يرحمه الله يرحمه والجهود اللي قام بها وهذه يعتبر دليل على أن سمو الأمير حفظه الله يكون لهذه الشخصيتين مكانة كبيرة صحيح. احنا في مجلس الشورى مثل ما خبرتك يعني أن احنا نستشف كل هذه النقاط ونمشي على ضوء التوجهات الحاصلة على اساس ان احنا نطلع بتشريعات تفيد الوطن والمواطن هذا يعني خطاب سمو الامير الله يحفظه كان شامل يعني احنا لو بنتناوله بنقطه نقطه ما شاء الله تبارك الله اللهم لك الحمد فعلا ما قصرت سعاده السيد خالد بن عبد الله. والان ننتقل الى الاعلامي جابر الحرمي. جابر اكيد انك سمعت الخطاب الفتره الصباحيه والان ايضا عرض على قناه الريان في برنامج ترحيب. ما الذي استوقف جابر الحرمي في خطاب سمو الامير صباح اليوم امام مجلس الشورى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا خطابات سمو الأمير أمام مجلس الشورى عادة هي الخطابات الأهم في العام كلنا. هناك خطابات في المحافل الدولية وهناك خطابات توجه للداخل وترسم السياسات العامة وتمثل خارطة الطريق للحكومة للعمل بها خلال عام قادم مع تقييم لعام مضى وما تحقق من إنجازات على الصعيد الداخلي إضافة إلى بعض الملفات التي قد تسجل قطر من خلالها مواقف داعمة إن كان ذلك قضايا الشعوب أو قضايا الأمة المركزية كما هي القضية الفلسطينية التي ظلت على الدوام تمثل القضية المركزية الأولى بالنسبة لدولة قطر وتستشهد بها وتقف داعمة لها سواء كان في خطابات سمو الأمير في الداخل أو في الخارج. اختيار مجلس الشورى أن يكون هذا الخطاب هو الهم دليل على ما يمثله مجلس الشورى من أهمية للقيادة ولصانع القرار في دولة قطر وأن تكون هذه الخطابات هي الأهم دليل أيضا على رغبة القيادة في قطر على إطلاع الشعب على ما هو مستجد سواء كان في السياسة الداخلية في الأمور الاقتصادية في الثقافية في التنويع الاقتصادي. اليوم سمو الأمير وضع المجتمع أمام مسؤوليات حقيقة صحيح. ليس فقط عرض عندما استهل خطابه القيم بالحديث عن جائحة كورونا واستشهد الخطط التي اتبعت والنهج الذي سارت عليه الدولة في معالجة هذه الجائحة. لو لاحظنا قطر ربما أدارت هذه الأزمة بكثير من الحكمة بعيدا عن الإفراط أو التفريط بعيدا عن أخذ الأمور اندفاع قوي نحو الإغلاقات كما أقدمت عليها بعض الدول أو ترك الأمور يعني سهالات كما يقال وتعرض البلد والمنظومة الصحية إلى إرباك وإلى مضاعفات وانتشار هذا الوباء. لو لاحظنا أن السياسة القطرية في هذا الملف تحديدا في إدارة هذه الأزمة نتجت أن قطر هي الأقل حالات وفيات على مستوى العالم وهذا يحسب نعم. لمن أدار هذه الأزمة. ولو لاحظنا حجم الاهتمام أيضا أن سمو الأمير منذ الأيام الأولى لهذه الأزمة أيضا تولى بنفسه ترأس اللجنة العليا وهذا دليل على مدى اهتمام القيادة بالمواطن وبالمقيم وبالجوانب الصحية لأن صحة الإنسان في قطر تمثل هي الكنز وهي الركيزة لأي تنمية. اليوم هو الرهان الحقيقي الإنسان المتكامل صحيا هو الذي تراهن عليه في تحقيق أي نهضة. قطعنا أشواط إيجابية كانت في روح من الشفافية في التعامل في الأرقام في الجانب الصحي لكن الأزمة حتى اللحظة لم تنتهي وهذا ما يفرض علينا نحن كمواطنين وليس يعني الدولة قامت بجهودها بتعليماتها بإرشاداتها بتوفير كل ما يمكن لكن أيضا على المواطن وعلى المقيم اليوم أن يلتزم بهذه التشريعات ولا يعتقد أن الأزمة قد انتهت وأن الأمور عادت كما كانت قبل هذه الأزمة. يجب أن يكون هناك التزام بالتباعد هناك التزام بالاحتياطات الاحترازات أن نكون على وعي كبير
وأن نتحمل المسؤولية في هذه المرحلة حتى يتم تجاوز هذه الآفة وهذه الجائحة بسلام وبأقل كلفة. أستاذ جابر، يمكن بعد سمو الأمير الله يحفظه ذكر في إحدى خطباته السابقة أن تأكيدا على كلامك الاهتمام بالمواطن أو المقيم في دولة قطر، وأن بناء الوطن يبتدئ من بناء المواطن، بناء الوطن وأيضا المواطن بالصحة وبالتعليم وبمختلف جوانب الحياة. صحيح. سعادة خالد بن عبد الله، يمكن أكد سمو الأمير في على انتخابات المجلس البلدي في أكتوبر 2021، لو نتكلم عن أهمية هذا التصريح وأهمية هذه الانتخابات في السنة المقبلة بإذن الله. مجلس الشورى تقصد؟ مجلس الشورى. نعم. سمو الأمير في الخطاب السابق العام الماضي أشار أنها في لجان تعد وتنقح وتعد هذه المشاريع كلها. الآن حاضر صاحب السمو حفظه الله تفضل وأعلن بالتاريخ الذي بيكون فيه انتخابات اللي هو شهر أكتوبر. نعم. طبعا هذا كله تماشيا مع الدستور، مشاركة المشاركة الشعبية في سن القوانين، كل هذه تتطلب إجراء هذا المجلس المنتخب. نعم. المجلس المنتخب حسب الدستور بيكون متشكل من 45 عضو، 45 عضو، 30 الانتخاب المباشر و15 بالتعيين من الكفاءات والوزراء، ويعني الأمور اللي ترتأها. نعم. اللي يرتؤونها ولاة الأمر. نعم. التقدم في الدول لا بد أنه يكون دولة المؤسسات تبنى من هذه من نفس المنطق هذا اللي احنا نعيشه. فرؤية صاحب السمو حفظه الله بإعداد مجلس منتخب خلال شهر أكتوبر وبصدد إعداد التشريعات المنظمة لهذا الانتخابات، وإحنا على استعداد في مجلس الشورى للمراجعة قبل إن شاء الله صدورها، بتكون إن شاء الله الأمور كلها سلسة وتشمل جميع القطاعات. تفريح سمو الأمير للمواطن القطري أنه تكون في انتخابات، هذه كانت مطلب من ضمن الدستور اللي احنا صوتنا عليه. فطبعا سمو الأمير رأى أن هذه وقتها حاليا، وهذا شيء طيب يعني. نعم. فعلا أكيد سعادة خالد بن عبد الله شيء طيب، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لمجلس الشورى، ومثل ما قالوا هذه من البشائر اللي جاية خاصة في خطاب سيدي سمو الأمير لهذا اليوم أمام مجلس الشورى. نرجع للأستاذ جابر الحرمي، طبعا في كل خطابات سمو الأمير أكيد هناك تكون رسائل إنسانية. الرسالة الإنسانية اللي وجهها سمو الأمير اليوم ضمن خطابه؟ أولا فقط ممكن أنا أيضا أضيف على ما قال سعادة الأخ خالد فيما يتعلق بالانتخابات. نعم. أيضا يعني هذه الانتخابات بالمناسبة اليوم هي شكلت صورة أو مرحلة جديدة في مجتمعنا، لكن موضوع التشاور والتواصل وهذه العلاقة أصلا جزء من مجتمعنا أساسا. صحيح. يعني هذه أمر متجذر ومترسخ في مجتمعنا، والتواصل والحكم الرشيد الذي أشار إليه سمو الأمير هذا جزء من منظومة الحكم ومنظومة المجتمعية داخل دولتنا، سارت عليه قطر طوال العقود الماضية. فيما يتعلق ب يعني سؤالك اليوم عن الجوانب الإنسانية أو حتى عادة خطابات الأمير، بالفعل يعني أمام مجلس الشورى تتضمن جانبين، جانب موجه للداخل وجانب موجه للخارج. صح. وبينهما أحيانا كثيرة تحمل رسائل قيمية أخلاقية، يعني اليوم سامية. نعم. جدا رسائل حتى للأجيال، أجيالنا اليوم كيف يمكن أن تنقل ما توارثته من آبائها من أجدادها، وأن تتربى على هذه القيم وعلى هذه الأخلاقيات التي تربى عليها آبائهم. اليوم على سبيل المثال في ما يتعلق بالمجتمع المنتج، اليوم لا نريد فقط أفراد مستهلكين، اليوم الأمير دعا إلى الانتقال إلى مجتمع منتج، وهذا لن يتحصل إلا بقيام بمبادرات فعلية تعزز دور الدولة عندما تتولى الدولة الجانب الاقتصادي. هذا أيضا يدفعنا كأفراد ويدفع القطاع أيضا الخاص أن تكون له مبادرات على صعيد الاقتصادي يدعم توجه الدولة، يساعد في تنويع
العجلة الاقتصادية لا يجب أن نعتمد فقط على الدولة في موضوع الاقتصاد وموضوع التنمية وموضوع المشاريع، خاصة أن الدولة أوجدت اليوم تشريعات هي الأرقى والأفضل لا أقول في المنطقة إنما حتى على مستوى العالم في موضوع الاستثمار، الحصول على أي تراخيص اقتصادية يعني لا تستغرق يوم واحد. وقوف الدولة أيضا في هذه الجائحة بدعم الاقتصاد الخاص بأكثر أو ب75 مليار ريال، هذا دليل على أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن القطاع الخاص، وبالتالي هو دافع وثقة يعطينا أو يعطي المجتمع أفراده ومؤسسات أن تكون هناك مبادرات نوعية في أو تكاملية مع دور الدولة. هناك أيضا قضية إنسانية لفتت وفاء عندما تحدث سمو الأمير واستحضر واستذكر قائدين عظيمين من رجالات الخليج، من الذين كان لهم دور ولمسات حتى في بناء المنظومة الخليجية، مجلس التعاون الخليجي عندما تأسس في 81، جلالة السلطان قابوس وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله. هذه القيادات والدعوة والرسالة التي وجهها لمن يعيش اليوم في الخليج أو من يتصدر سدة الحكم، ضرورة أن نستلهم من هذه القيادات التي رحلت وبذلت أدوار إيجابية وتركت بصمات كبرى أن نستفيد وأن نستلهم من تلك الأدوار في المحافظة على قيمنا وعلى منظومتنا الخليجية وعلى هذه العلاقات المتداخلة في الأسرة الخليجية. هذه اللمسة أو هذا الوفاء من القيادة القطرية ومن أهل قطر، عرف عن أهل قطر قيادة وشعبا أنهم أهل وفاء. نعم. فاليوم سمو الأمير في هذا الخطاب أكد ورسخ ما أو معنى هذا الوفاء لهذين الرجلين العظيمين اللذين رحلا في هذا العام. نعم، يعتبرون رمزين أيضا. بالطبع أكيد. رمزين للحكمة أيضا. سعادة خالد، نتكلم عن مجلس الشورى، كان له دور كبير في مواكبة النهضة التي تشهدها الدولة، لو تحدثنا عن هذا الدور. طبعا مجلس الشورى منوط به إصدار التشريعات وإصدار المشاريع القوانين اللي تصدرها الحكومة الموقرة، ترفع المشاريع للمجلس الشورى، مجلس الشورى بلجانة يتم مراجعة هذه القوانين. هذه القوانين ما تطلع يعني بصورة بسيطة، لكن تمر بعدة قنوات وإجراءات. مجلس الشورى في الدورة الماضية تدارس وأصدر 20 مشروع قانون ومرسوم بقانون. العشرين مرسوم تتناول العديد من 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 الإجراءات اللي خص التجارة واللي خص الاستثمار واللي خص الصحة واللي خص الإعلام، يعني 20 قانون مشروع قانون كانت التداول فقط في دورة واحدة، يعني في سنة واحدة. مجلس الشورى لا يعني احنا ما نخلص دورتنا الا جميع المشاريع كلها طالعه فيها التوصيات وطالعه فيها الشروط وطالعه فيها الضوابط. سعادة رئيس المجلس حفظه الله ايضا يشدد على هذه الامور، ان احنا لازم اللجان تنجز الاجراءات والمشاريع لازم تنظر في وقت وتنجز وترفع للحكومه الموقره. كل هذه يتاتى من 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 تفاعل المجلس مع الحكومه. الان الحكومه تاخذ بتوصيات المجلس في اشياء كثيره. الان المجلس بصدد الدوره القادمه بيكون له تفاعل اكثر من الحاضر، باعتبار ان في قوانين لابد من انجازها. فالمجلس دائما متفاعل مع المشاريع القوانين التي تحضر له، والأخوة الأعضاء جزاهم الله خير قائمين على أكمل وجه في هذا الخصوص. الله يبيض وجهكم، جزاكم الله خير. طبعا الأستاذ جابر الحرمي، دائما وأبدا خطابات سيدي سمو الأمير تتضمن القضية الفلسطينية دائما حاضرة في خطابات سموه، ما هي الرسالة التي يود سموه إيصالها للعالم؟ كما أشرت بالفعل القضية الفلسطينية في كل خطابات سمو الأمير تجدها تتصدر الأحاديث والتركيز
عليها، إن كان ذلك في خطابات سمو الأمير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن كان ذلك في خطابات سمو الأمير على المستوى الإقليمي والقمم العربية، إن كان على المستوى الخليجي، اليوم في خطابه أمام مجلس الشورى أيضا أكد على هذا الجانب، على دعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأيضا أهمية أو الدعوة إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين، والتأكيد على أن هذه القضية لا يمكن أن تغيب من وجدان أهل قطر. وبالمناسبة ليست في الخطابات، قطر تقرن هذه الخطابات أيضا بأعمال على الأرض في دعم الواقع. القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الداخل، يعني ربما هناك مشاريع ومواقف إن كان ذلك في غزة التي تجد دعما ومساندة من دولة قطر، وفي الغد بالمناسبة سوف يتم أيضا توزيع المنحة القطرية اللي ما يقارب 100,000 أسرة متعففة من أهلنا وأشقائنا في غزة المحاصرة أو في داخل فلسطين، أهلنا المقدسيين في دعمهم وصمودهم. هذه المواقف دائما تجد قطر أنه واجب عليها تجاه أشقائها دون أن يكون هناك حديث أو دون منا ودون تفضل. نعم. وهذا هو النهج القطري، أنه نعم. في مواقفها وفي دعمها للقضية الفلسطينية ولكل أشقائنا أنه يأتي من واجب من أخ إلى أخيه، من الشقيق إلى شقيقه، والوقوف معهم سواء كان في الأزمات في الكوارث هذا واجبنا، هذا نعتبره جزء من الواجب تجاه أشقائنا. سعادة سيد خالد بن عبد الله، يعني أخيرا ودنا لو تعطينا خلال الدورة الماضية أهم يعني ساهم المجلس في تعزيز مكانة قطر في المحافل الدولية، لو نتكلم عن هذه النقطة. بالنسبة للدبلوماسية البرلمانية مجلس الشورى خذ حيز كبير فيها. نعم. لأهميته في الفترة اللي احنا نعيشها الحين حاليا، الآن احنا في فترة حصار. لابد من إيصال هذه المعلومة للآخرين، المحافل الدولية الآن احنا يعني قدرنا وباستطاعة يعني وبجهود الحمد لله جبارة أن نجيب مكتب مكافحة البرلمانيين الإرهاب في دولة قطر، وايضا مكافحه الفساد البرلمانيين الدولي العالمي الدوليين للبرلمانيين الدوليه في قطر برئاسه سعاده رئيس المجلس السيد احمد بن عبد الله المحمود. نعم. هذه وبالاضافه الى توقيع بروتوكولات ومعاهدات جانبيه بين الدول الخارجيه والاقليميه. نعم. كل هذه يتاتى من الدبلوماسيه البرلمانيه. الدبلوماسيه البرلمانيه لها واقع كبير على شرح سياسه البلد، على شرح سياسة الحصار اللي نعيشه، فلابد من التواصل مع البرلمانات الأخرى، لابد من شرحها. وإحنا لقينا تجاوب كثير، انعقد عندنا البرلمان الدولي، كانت الانطباعات شيء يعني ما شاء الله الحمد لله. الآن البرلمان الدولي لتفاعله مع دولة قطر من حوالي أسبوع أو شهر تقريبا تم إصدار الكتاب اللي يلخص مجريات 130 سنة للبرلمان الدولي، واقترحوا أنه يصدر من دولة قطر. فهذه شيء يعني شيء ليش هذا صحيح. صار لأن الدبلوماسية البرلمانية متفعلة في المجلس الشورى. نعم. فعلا. نعم. الآن احنا حاليا مجلس الشورى له مشاركات في جميع البرلمانات الدولية، الآن لنا في أقصى أمريكا اللاتينية لأقصى أفريقيا والشرق الأقصى، فكل هذه تأتي من الدبلوماسية البرلمانية اللي نحن ما نحس فيها كإحساس داخلي، لكن هي إحساس خارجي. نعم. جدا كبير، وأشار بها صاحب سمو وأشاد بها أيضا. صحيح. نعم. طبعا سعادة السيد خالد بن عبد الله البعنين عضو مجلس الشورى، الله يهينك وبيض وجهك على حضورك برنامج ترحيب. يا مرحبا. وكذلك الشكر موصول اللي الكاتب والإعلامي جابر الحرمي، الله لا يهينك وبيض وجهك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعد ما نرجع لمتابعة ترحيب، لا تروحون بعيد.
حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا من هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من حلقة الليلة من برنامجكم ترحيب. الجلوس الخاطئ دائما ما يعرض الشخص إلى آلام في الظهر والرغبة، والاعتياد على وضعية جلسة خاطئة لها مضرة وتظهر أعراضها بعد فترة من الزمن. لكن ضيف فقرة ابتكار لهذا الأسبوع ابتكر جهاز قد يساعد المستخدم على وضعيات الجلسة الصحيحة. نرحب بالمبتكر جابر محمد الصريطي، يا مرحبا ومسهلا بك يا أبو جابر. الله يحييك أخوي وبارك فيكم، شكرا للأخوة المشاهدين والأخوات، لا شكرا وأشكركم على هذه الاستضافة. لا شكر على واجب، هذا واجبنا، وإن شاء الله راح نتكلم معاك بإسهاب في هذا الابتكار. ولكن قبل التعمق في الشرح عن هذه الفكرة المميزة، ننتقل إلى الزميل خالد نتابع ما لديه من أخبار. خالد عطنا أخبارك الليلة. نعم إن شاء الله بكون معاكم بنشوف ابتكار المخترع اللي مشرفنا الليلة. لكن في البداية مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة الأخبار المحلية السريعة. الخبر الأول عندنا، شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد تمت الإشارة إلى جهود دولة قطر على الوفاء بالالتزامات الدولية والإقليمية ومن ضمنها المتعلقة بالعمل الخليجي. وفي خبر آخر، أصدرت غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دليلا تعريفيا عن منصة تدوير العمالة للقطاع الخاص، ويشمل الدليل على شرح تفصيلي لعملية التسجيل لشركات الراغبة في التعاقد مع عمالة جديدة وخطوات تفعيل حساب الشركة داخل المنصة وغيرها من الخدمات. أما في خبرنا الثالث، أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود الثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف يدرس حاليا استحداث نظام جديد لإصدار الشيك الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة ليكون بديلا عن استخدام الشيكات الورقية، وذلك للحد من ظاهرة ارتجاع الشيكات. وفي خبرنا الآخر، ساهمت الإجراءات التحفيزية الوقائية التي نفذها مصرف قطر المركزي للحد من أثر فيروس كورونا على الاستقرار المالي للدولة، وساهم في نجاح دور مؤسساتها المالية. هذه أخبارنا لليلة يا فهد. بيض الله وجهك على هذه الأخبار، يا مرحبا بك، وأكيد راح تنضم معنا مع ضيفنا جابر محمد الصليطي. جابر، طبعا في كل ابتكار أكيد يكون هناك موقف أو شيء يخلي الواحد أنه يبتكر له هذا الابتكار، نبغيك تحدثنا عن الابتكار وإيش السبب اللي خلاك تبتكره. والله مثل ما يقولون الحاجة أم الاختراع. صحيح. الواحد أول ما تكون عنده حاجة ضرورية دائما هي اللي تقدم لك الابتكارات والتفكير نحو حل المشكله هاي. صحيح. فكانت بدايتها آلام في الظهر بالنسبه لي وزميلي. بسم الله عليك، ما عليك شر. الله الحمد لله انا يعني راح عنا الحمد لله. فانا وزميلي ايضا كان عندنا هالمشكله، ف بدينا نفكر في طريقه كيف ان احنا نحل مشكله الجلوس الخاطئ اللي هي سبب جذري من اسباب الإصابة بأكثر آلام ومشاكل الظهر. نعم. فكانت هذه البداية للوصول إلى هذا اللي هو الابتكار. نعم. اللي توصلنا له بفكرة هندسية معينة تقوم بوضع الجهاز على شكل مثل السماعة ومربوط بأبليكيشن على الهاتف، ويقوم هذا بمراقبة وضعية ظهرك على مدار الساعة ويعطيك التنبيه من خلال اهتزاز مثلا على وضعية الظهر الخاطئة، حتى يعني لا تستمر في نفس الوضعية، في خلق يعني أسلوب صحي خاطئ، وتصحيح هذا الأسلوب إلى أسلوب صحي يعني يناسب الظهر ويخلي الظهر في وضعية بعيدة عن الأمراض. جابر، يعني لو تشرح لي الجهاز، من إيش يتكون الجهاز؟ الجهاز هو عبارة عن مثل ما هم بطريقة هندسية، هو عبارة عن يعني مغناطيسي يعني في داخل الجهاز، ويقوم بعملية الانتباه للتغيرات يعني الحناء في الأذن، يعني في السماعة في الأذن، في السماعة مرتبط بأبليكيشن نعم، ويفهم الانحناءات اللي تصير في منطقة الرقبة والظهر. أي نعم. من خلال الحساسات اللي موجودة فيه يفهم مدى الانحناء، يعني طبعا هي بحسابات معينة عن ابتعاد على الأرض وكذا. نعم. فيحسبها
ويقوم بتنبيهك بناء على وضعيتك على الوضعيه اللي انت فيها. نعم. ابو جابر، هالجهاز هذا هل استغرق وقت طويل؟ خذا منكم وقت طويل يعني لين صنعته؟ والله الفكره كابتكار ايه ما اخذت منه وقت طويل، لكن دخولها من مرحله الابتكار الى مرحله التصنيع والتصنيع نعم هذه اخذت منه وقت طويل وما زالت تاخذ منه وقت، لانها تدخل فيها عوامل اخرى مثل عوامل اللي هو تفضيلات المستخدم نفسه. صحيح. فاحنا واحنا حاليا في الوقت الحالي قاعدين نضع امام المستخدم يعني امام المستخدم ونبغي نفهم بعد منه ايش عيوبه ولا ايش العيوب اللي نحتاجها ل يعني اصدار اللي هو يعني اصدار نسخة ثانيه نعم تكون متطوره اكثر، وهو فالاكثر واحد ممكن يساهم معانا هو المتسوق نفسه او المستخدم. نعم. احنا جابر نتكلم عن جهاز قمت عليه تجارب، ايش يعني اكثر نتائج اللي طلعت، ايش النتائج اللي وصلت لكم يعني من تجاربكم مع المستخدمين كنتائج؟ والله في استخدامات تختلف على حسب اختلاف طبعا الشخص بين الرجل والمرأة، بين الشاب الصغير والرجل الكبير، كل واحد له يعني تفضيلات معينة تختلف عن الآخر. واحنا ما زلنا يعني نحلل هاي البيانات ونفهمها حتى نستطيع ان احنا نوجد نسخة ثانية تكون على شكل يعني مقبول اكثر في السوق يعني. نعم ابو جابر، اكيد نوضح للمشاهد اذا تكلمنا عن الجهاز اللي يوضع في الاذن، واكيد يمكن يكون في استكرات في اماكن محدده، نبغى نعرف هذا الجهاز يعني من ايش صنع؟ شلون سويته؟ والله هو جهاز عباره عن يعني جهاز اسلوب صحي، يعني جهاز عادي يعني مش هذا الكلام اللي بسيط، وايضا استخدامه للمستخدم يعني ما يكون في اضرار انه في ذبذبات او شيء يعني من هذا القبيل. والله احنا حرصنا على ان احنا يعني اولا الحصول على براءات الاختراع الخاصه فيه. نعم. وكذلك حرصنا على الحصول على اللي هي المواصفات والمقاييس، طبعا اعلى المعايير اللي موجوده عالميا في امريكا وفي اوروبا، فهذه حرصنا عليها، هو اللي يخلينا احنا نرفع من معاييرنا حتى نبعد اللي هو مسائل مثل سوء الاستخدام. نعم. مثل ما ذكرت ذبذبات الخاطئه اللي ممكن تاثر على الجسم، كل هذه الامور كل هذه الامور تضع من خلال مطابقتنا للمواصفات. نعم. نبتعد عنها. صحيح. المواصفات العالميه اللي موجوده اللي هي اكثرها في امريكا وفي اوروبا. نعم. احنا يعني الجهاز يستخدم لتعديل وضعيه الجسم، صح جابر؟ هذا يعني الخلاصه اللي انا فهمتها. صحيح. لكن هل ممكن انا استخدمه في يعني في اغراض اخرى ولا بس هذا استخدام؟ والله هاي واحده من التفضيلات اللي المستخدم نفسه قال لنا. أيه. ما دام انا حاطك للاذن اذا ليش ما استخدمه ايضا استخدامات اخرى ممكن تفيدني. اها. فهاي مثل ايش جابر؟ ايش يبغون يعني مثلا؟ ممكن نحط لك استخدام كسماعة عادية مثلا. أي. يعني سماعة تلفوني نفسها هي ممكن اللي تعطيني ولا ما يصير؟ نفس سماعة التلفون العادية. هي نفس سماعة التلفون، لكن طبعا ما فيها يعني الذبذبات اللي موجودة في الهاتف نفسه. أي. نعم. هي عبارة عن يعني اتصال مع الابلكيشن نفسه اللي موجود في التلفون. نعم. وهل في شيء في جسمي انا احطه غير لا، هي السماعه والابلكيشن تنزله من خلال ابل ستور يعني على فقط يعني ما احط استيكر في جسمي او شيء؟ لا أبد او حساسات ولا شيء. احنا حاولنا ان احنا نبتعد عن الاشياء لان اللي موجود في السوق. اي. احنا بحثنا في السوق قبل. آه. فشفنا ان في اشياء مقاربه يعني مقاربه في الفكره، لكن الاستخدام قد يكون معقد. غير مناسب لبعض. آه. الناس. آه. صحيح. ويعني قد يكون معقد. فاحنا حاولنا قدر الامكان احنا نسهل الاستخدام لاكثر شريحه من المستخدمين. هل بينت نتائج ابو جابر عند بعض المستخدمين؟ والله انا يعني ما فحصنا هالشيء يعني ما جاتك اخبار من عندهم اللي يستخدموا هذا الجهاز يعني؟ والله كاخبار هم يعني هم يعني من ناحيه القبول في قبول، بس يعني قياس طبعا قياس مساله اللي هو نتائج او غير نتائج هي بعد نحتاج احنا يعني نبحثها ايضا اكيد تحتاج استبيان اخر. جابر انا بكلمك بموضوع ثاني، يعني هل يعني عندكم هل انت يعني لو تحدثنا عن مشاركاتك انت والجوائز اللي حصلت عليها؟
طبعا مشاركات أبرزها في العام الماضي كانت مشاركة في معرض الشرق الأوسط في الكويت، وكذلك معرض جنيف للاختراعات، وكلاهما يعني حصلت على الميدالية الفضية فيها ما شاء الله. وتم تكريمنا أيضا من سعادة وزير الثقافة السيد صلاح العلي، وكان هاي التكريم بعد يعني دافع لنا أن احنا بعد نستمر في أن احنا نبتكر أكثر إن شاء الله المجالات الصحية والمجالات اللي تهم المجتمع. نعم. بيض الله وجهك المبتكر جابر محمد الصليطي، بيض الله وجهك على حضورك وابتكاراتك، وإن شاء الله أنها تسهم في مساعدة الآخرين، والله يكتب أجرك، ونشوف أيضا ابتكارات جديدة. شكرا لكم جزيلا على هالمقابلة. شكرا يا جابر. مشاهدينا الكرام، بهذا اللقاء نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات للتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، في أمان الله. مساء الخير.